تلاميذ فاش كيبغيو يضحكوا مع الأستاذ. النوع الأول، صاحبي هاي دابا عطسوني، شبالك ملي ندخلوا هاد الحصة عند أستاذ ندخلوا بيمول القاسم. لا لا، هادي درناها السيمانين اللي فاتت فاش دخلنا بيمول القاسم وفتحناه وكلينا منه شوية وخبيناه، وكانت مغامرة ناضية. بصح دازت ناضية. صافي شبالك نخرجوا شي معادلة خاطئة ونعطيوها الأستاذ. لا 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 صاحبي، أستاذ غادي يسحب له حنا بصح مكلخين وما تنعرفوش نخرجوا المعادلة، وغادي يعيط لوالدينا وغادي يضربونا. لا لا، غادي يتقلق. بصح وغادي يتعصب علينا. خصنا نفكروا في شي حاجة حسن. لقيتها، هانت عندخلوا القسم وعن الناس عندي وهكا عمقوا ناسين، وملا ملا عمقوا نعطسوا مقوا نديروا مقوا نعطسوا بالعاني، وأستاذ عيسحب له حنا مراد وغادي يتخلع وتالخر ونقولوا له شاركتي معانا درنا لك برانك. صافي هكا حسن، أستاذ عيسحب له حنا مراد بكورونا وحنا عاد درنا التست قبيله، عاد نقولوا له أستاذ حنا درنا قبيله التست وشاركتي معانا في كاميرا خفيه. صاحبي غادي تدوز عاوتاني ناضيه، يلا ندخلوا دابا. سيني هاني جاي. النوع الثاني، صاد لقيتيني قاصه نفكر عندخلوا هاد الحصه، هاد الحصه كتجيب لي الملل لحقاش استاذه كتبقى دوي بزاف وكدوي بالفرنسي ما تنفهم والو، تيجيب لي الله بحال اللي كتعاود لي شي قصه تيجيني النعاس. شبالك ندخلوا معنا شي طوب القاسم؟ لا لا صاحبي، دخلناها السيمانه اللي فاتت فهمتي، ودغيا سالا داكشي دخلناها بقات تابعه استاذه، استاذه دخلات في الصبوره وهي تسخف. حنا بغينا شي حاجه اللي تزهر حصه كامله فهمتي، ثلاثه السوايع كلها تدوز زاهي ماشي هذيك شي شويه، خصنا نقلبوا على شي حاجه جديده. بصح هو صافي ندخلوا شي تمساح ولا ندخلوا شي كلب جعان فيه طايكوك وندخلوا القاسم ونطلقوا عليه. لا لا حشومه، ولا كلاهنا الاستاذه ولا كلاها، فين كاين المشكل؟ اصلا ديك استاذه الفرنسي ما عنديش معاها، واو كتبقى تعايرني بالفرنسي وكل نهار تقول لي تا اصي، انا كلب انا تقول لي اصي. لا صافي ما بقى لي والو، تبقى تدريسيني تبقى تقول لي على طاق، تبقى تحرشني على بنادم بقى مشيت انا بقى تبع بنادم، تبقى تقول لي با بوجي بقى جالس بلاصتي. وديك النهار بكثرات ما بقاتش كتقول لي اصي، وولفت صحاب لي راسي بصح انا كلب. ديك النهار جالسين في القسم وتقول لي طوا اصي، امي تقلش ودني وانا نبدا نبح عليها، وما سكتش ما سكتش حتى جاوبطوني بسلسله وحطوا لي الماكله في لاك. عاد ديك الساعه رجعت كيف كنت، حتى نقول لك ديك الاستاذه الفرنسي هي اللي خرجت عليا، كنا ما كانت هي كنا كاع ما نولي فحال هكا. انا وليت بعض المرات كتبان لي شي تينيسه في الزنقه وتبقى تابعه تنبح، وهي السبب والله هي السبب هي اللي دارت لي فحال هكا. صافي يا صاحبي ما تبكيش انت، عادي صافي يا صاحبي ترجع شي شويه، غات انا لاحظت فيك ولاو فيك هاد الايامات فعايل ديال الكلاب بلاتي. هك هك اوس بوبيس بوبيس هك هاي يا تينيسه، هو هو هاي 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 هو 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 هاي 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 يلا يلا سي جيبها سي. الله الا شافها، الله الا وليتي كلب ديال بصح. بون سي فوالا بوبيس، يلا صافي دابا رجع كي كنتي. او هذا مالو؟ اي صافي بابوجي ما نعل الكلب اللي حطك، بغات تكلب عليا لمك نمسخ الاخر، بغيتي تطلع لي في راسي شكون ما بي الاخر انا ولا انت؟ لا صافي تصرتي، ولكن انا اللي تصرتك تنعطيك الدجاج والعطومه، ولكن هاد الايامات ما كاين عرخو بزيابس، وملي نبقى نخرج نبقى نخرج معايا السلسله نبقى نهبط امك. انت ما يصلحش معاك نخليك طالقك فحال هاد، سحب لي انا شي كلب زويون بحالك بحال الكلاب ساعه انت هاروش لمك البوبيز الاخر طوع لك. واو 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 وترجع لله، راني صاحبك زعما ويلي. صافي صافي اسمح لي تحمست بزاف وصافي، وي حتى انا داكشي اللي بان ليا. المهم فين بقينا؟ بقينا في قلنا ندخلوا شي حاجه للقاسم باش نزهاو باش نحيدوا الملل فهاد ثلاثه السوايع اللي غادي ندوزو. صافي عقلت، اجي شبالك نطلعوا فوق المدرسه السطح ديال المدرسه والاستاذ اللي بان لينا نشيو على مو بشي ياجوره ولا بشي حجره ونصيفطوهم للسبيطار فهمتي، ديك الساعه اصلا كلهم غادي يمشيو للسبيطار ما غاديش نحتاجو نفكروا شنو ندخلوا للقاسم. هذه فكره مزيانه
ونبداو باستاذ الفلسفه هو الاول لحقاش يقولك الله غير موجود نصيفطو مو عند ربي عاقبه. اه حسن انت انا كنت كان في الكافيه شحال هذه ولكن ما جاتش صاحبي لحقاش على السيمانه اللي فاتت قتلنا استاذ المار شيرنا عليه بحجره من الفوق ودابا لقتلنا حتى هذا غادي يعيقوا بينا وغادي يقلبوا علينا وعيصدقوا شادينا في الحبس فهمتي راه السيمانه اللي فاتت راه معاقوش بينا حنا اصحاب اليوم ماشي حاجه طاحت عليها على غفله. اه بصح ولكن مزيانه فاش حيدنا علينا داك استاذ المار كان كيقول لينا انا راسي عامه وقاصح وحجره وحده سالات معاه اه وهزوه كومه اه حق لقيتها نقطعوا الضوء على المدرسه كامله بحال ديك المره. لا لا صاحبي واش نسيتي في بلاصه المكانه ديال الضوء راه داروا تما واحد جوج كلاب ياك السيمانه اللي فاتت مشينا عاوتاني نقطعوا الضوء لقيناه تما كان غيفلسونا. لا لا ما مشيتش تما افكر في شي حاجه اخرى. اه بصح نسيت ايوا صافي نحرقوها نشعلوا فيها العافيه ونهربوا. لا صاحبي واش كتاكل تبن واش تمكلخ الا حرقناها وهابنا غادي يعرفونا احنا خاصنا نحرقوها نشعلوا فيها العافيه ونبقاو فيها نتحرقوا معاهم فهمتي ونبقاو نغوتو ونبقاو نقول واه واه زعما فهمتي حنا ما درنا والو واش فهمتي باش ما يعيقوش بينا. اه حتى هذا بلان صافي مشات يلا نوضو دابا نحرقوها قبل ما تصوني الساعه ويدخلونا الاقسام صافي يلا نمشيو نوجدو وساين البريك عندي سير. قولوا لي نتوما شكون اللي شعل العافيه فيكم اعترفوا دابا وبلا كذوب حنا ما درنا والو استاذ ظلمتونا واش حنا نقدو نديروها. اه احنا فحال شي امانات غضايفن راه انتوما بان ليكم فينا وصافي. اه وحنا تحطنا في بلاصتنا نبقاو وما نتحركوش واصلا حنا فاش شعلت العافيه بقينا معاكم كاين شي واحد عايش على العافيه ويبقى فيها يتحرق وصافي تيقتكم انا غادي نمسح سمياتكم من هنا. اه استاذ حنا ما نديرو والو حيد سمياتنا من تم صاد ها هو ما كيشوفش فينا هيك هيك شعل العافيه في هاد الواقع باش نحرقوا له هاد البيت واخا ما كيشوفش اه تشوف استاذ اسمح لينا خصنا نمشيو لحقاش راه عيسدوا علينا الباب ديال المدرسه خصنا نمشيو فحالنا المهم اسمح لنا بزاف حنا ما درنا والو يلا بسلامه. اه اسمح لينا استاذ وبسلامه الله يرحمك شوف غنسدوا عليه الباب والشرجم باش ما يلقاش منها صافي وليداتي ماشي مشكل يلا بسلامه. اه الاطفال الصغار هادو ما يديروا حتى شي حاجه دوزوا البراء اي حاجه المدرسه لا ما يمكنش هذا يكون شي واحد هذا ويلي العافية شعلة في البيرو شكون اللي شعلها؟ ويلي 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 شكون اللي سد الشرجم والباب؟ مين عالخوش دابا أنا؟ ويلي 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 كلشي سدوه باين هادوك الباراج داروها فيا ويلي 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 غادي نتحرك اليوم نشوف واش باقي أتاي صابوه لي ولاد الحرام غادي نتحاق بلا اتاي وكويس هذا اخي واش صرع اتاي ها هو داو مسوس ولكن ما كانش عليك انت تحيد له التليفون كان عليك تخلي له مسكين التليفون ها باش يعيط الاسعاف يجيو يعتقوه ومالك مكلخ اصاحبي واش حنا ديما غادي نبقاو نشرحوا لك الا خلينا ليه التليفون غادي يعيط الاسعاف ويجيو عنده ويقول لهم حنا اللي حرقنا المدرسه وحنا اللي حرقنا له البيرو واش فهمتي عليه حيدتو له وصافي ما ديش عليا راني تنسى يلا يلا نمشيو للمدرسه نتفرجوا من بعيد نشوفوا داك الشيء فين وصل واخونا يكون تصوت يلا يلا نموتوا عبد الضحك شويه يلا. اه هو خصني هاني جاي وهو مع الشرف ومحال وشي طيب دابا سيه سيه